أهلا بكم. مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة باتت الأوضاع الإنسانية كارثية على الأرض، خاصة مع تردي الأوضاع المعيشية والصحية على حد سواء، بدرجة تصاعدت معها نداءات المنظمات الأممية العالمية بأن الوضع خرج بالفعل عن السيطرة. مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أطلقت نداء عاجلا بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي في ظل معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة من الرعب المتواصل مع تواصل الغارات المدمرة لأي مظهر للحياة في القطاع. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن هناك خطرا كبيرا من ارتكاب جرائم وحشية في غزة مع توالي الانتهاكات الإسرائيلية في القطاع المحاصر. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف سلطت الضوء على خسائر الأطفال في العدوان الدائر على غزة. وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة جيمس ألدر إن وقف إطلاق النار وحده الكفيل بإنقاذ أطفال غزة في الوقت الحالي، لافتا إلى أن هذه الحرب على الأطفال استؤنفت بضراوة على نطاق يتجاوز أي شيء في جنوب وشمال القطاع. شدد المتحدث على أن مئات الآلاف من الأشخاص ينتقلون داخل القطاع في خضم قصف واسع النطاق. يأتي هذا فيما اعتبر المجلس النرويجي للاجئين أن الاحتياطات التي يتخذها جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنع سقوط ضحايا من المدنيين مجرد وهم. وقال المجلس في بيان إن 50 من تبعيه الموجودين على الأرض في جنوب غزة تلقوا منشورات أسقطها جيش الاحتلال تطلب منهم الذهاب إلى ملاجئ وأماكن آمنة دون ذكر مكان وجودهم. شدد المجلس على أنه لا يوجد مناطق آمنة في جنوب غزة، لافتا إلى أن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة خلق ظروفا غير صالحة للعيش بالنسبة لمليوني شخص. يأتي هذا فيما وصل حجم الوقود والمستلزمات الطبية إلى مستويات حرجة في مستشفى الأقصى